وسط مشاركة كوكبة من القراء والمنشدين من الكويت ودول الخليج، أقيم الحفل الختامي لمبرات ولجان القرآن الكريم لعام 2014 في نسخته الثامنة، والتي شهدت مشاركة 342 متسابقا ومتسابقة. تحت شعار وشفاء لما في الصدور، أقيم الحفل الختامي لمبرات ولجان القرآن الكريم في الكويت لعام 2014 وسط مشاركة واسعة من الكويت ودول الخليج. المسابقة التي بلغت عامها الثامن شهدت مشاركة 60 متسابقا و250 متسابقة من الكويت، إضافة إلى 32 مشاركا من دول الخليج، تأهل منهم 6 متسابقين إلى التصفيات النهائية. مسابقتنا الثامنة هالسنة الحقيقة ما توقعنا أن تلاقي نجاح كبير، وخاصة من أخواتنا النساء. شاركوا الحقيقة تقريبا 60 متسابق من الرجال في مقابل 250 متسابقة من أخواتنا النساء. من جانبه، دعا الشيخ عبد العزيز باقر إلى ضرورة المواظبة على قراءة القرآن الكريم، مؤكدا أن القرآن هو مصدر النور في حياة البشرية. قراءة القرآن بالذات مصدر العلم والنور في حياة الإنسان، وبدون قراءة القرآن لا يحيا الإنسان ولا يجد النور في حياته. فالملك العظيم قد أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاحاً، نحن أحرى بأن نلتزم بهذا المفتاح لأبواب الخير والرحمة والبركة في حياتنا. محفل قرآني تزامن مع شهر رمضان المبارك، وجمع كوكبة من القراء والمنشدين تحت سقف واحد.